نجتمع معكم من جديد عبر لقاءات متميزة ورائعة جدا. شلونك مع البيئة أحمد؟ والله البيئة أنا صراحة قلبي يعورني كل ما أشوفها بالكويت. ليش؟ إن شاء الله ما فيها للعافية. ليش؟ لأن خلصنا من موسم التخييم والدمار الذي يعني طرأ عليها كل سنة، وإحنا نطالب يا جماعة خفوا على البيئة، يا جماعة حطوا ضوابط، صحيح، حطوا غرامات، ماكو فايدة. بس ما نبي نروح للبرية الحين، نروح البحرية. أحلى البحرية، حدث ولا حرج. إيه مساكين مزروقة حلوة. الاصطياد الجائر شخبا، أول صباحك الله بالخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. طيب شرف، يا أهلا وسهلا. أعتقد أن غادة الزميلة يعني طقت على الوتر. خلينا بس نرحب شديد الترحيب بالسيد وليد الفاضل، رئيس المبادرة التطوعية البيئية وأحد الناشطين، خلينا نقول الغواصين المتميزين في البيئة البحرية والطاقم المتميز لهذه المبادرة التطوعية. يعطيكم الصحة والعافية. مشكورين، يا أهلا وسهلا. الله يسلمك ويخليك. سمعنا عن عوامة كنا. عوامة، إيه الخبر هني عندك شفتوها. الله يعطيك العافية. العوامة اللي لقيتوها على سواحل فيلتشة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم على الاستضافة. الحقيقة في القصة الغريبة، تذكرون قصة الحوت النافق؟ نعم. بجانبه جنحت عوامة من الموانئ العراقية، عوامة ظهر قديمة مالت دخول السفن ملاحية. بلى. احنا نسميها البوية. البوية اي. أيوة. وزنها تقريبا 3 طن. ما شاء الله. وهذه مشكلتها شنو؟ لو لا قدر الله خذتها الماية بالحمل الجاي هذا. نعم. المد العالي كان راح ترد البحر وراح تسبب حوادث بحريه. ايه لا اله الا الله. فطبعا احنا كفريق قوس كويتي بالتاكيد هي موجوده على الهواء الحين، بادرنا هذه العوامل. طبعا شوف حجمها بالنسبه حق الانسان. أوف. يعني ضخمه، حيل ضخمه، كبيره. ايه. فعلى طول طبعا بادرنا بالتعاون مع الاخوان في الاداره العامه للاطفاء مركز الانقاذ البحري، وعلى طول اجرنا حفاره كبيره وسحبنا العوامه بعد يعني عمليه فنيه، والحمد لله يعني نجحنا نجاح تام. وهذا يعني دور الفريق، اي شيء لا قدر الله يعوم في البحر ويأثر على الحداقه والصيادين او الطراريد على طول نشيلها، لانها يعتبر من إماطة. نعم. الاداء على الطريق. موجوده الحين تشوفها على الهواء. العوامه بعد ما رفعناها بفضل الله وبنجاح. أها. نعم. طيب الى جانب الاطفاء يعني في جهات اخرى ساعدتك في هذا الموضوع؟ والله اكثر شيء الاداره العامه للاطفاء، مركز الانقاذ البحري ومركز فيلتشا. نعم. وبلديه الكويت مشكورين كانوا معنا. اي نعم، كانت العمليه محدوده يعني لو كان يعتاز جهات اخرى اظن يعني كل الجهات معانا راح تساعد. أي. اكيد. استاذ وليد، يمكن انا بسالك سؤال، كونكم مبادره تطوعيه وبيئيه وتحفظ دائما حق البحر، خلينا نقول كبيئه، هذه العوامه يمكن شوي طلعت وظهرت وبينت لكم من خلال وجودها، لكم جولات بحريه كغوص داخل تطمنون على البيئه البحريه في الكويت، ولا شلون تمشي اموركم او تحطون الخطط الهيكليه لهذه المبادره؟ بالتأكيد إحنا دائماً خاصة الأماكن الشعاب المرجانية بالكويت، الجزر الثلاثة أم المرادم وقارو وكبر، دائماً نقوص خاصة أيام تكون الرؤية حلوة نتأكد من القاع أن ما تكون في مخلفات، ومن خلال جولاتنا هذه شلنا مخلفات من قارو من أعماق البحر 60 طن. أوه. مخلفات 60 طن. مثل؟ مثل 7 مكيفات. شنو مكيفات؟ مكيفات من شنو؟ من حاطينه تحت يعني حق التبريد يعني شنو؟ شنو مكيفات؟ مكيفات بعد ما صار تحرير قارو، الجنود العراقيين اللي سرقوا شاليهات يعني طاحت قارو منهم، طاحت منهم طبعا بالبحر. آه. إضافة إلى مرة كانوا مسوين مثل أسكلة أو برينة، فالمقاول اللي شال المارينا القديمة رماها على الشعاب المرجانية. أوف. وكان اعتقاد أول إن شنو هذا الحديد يعني عمر البيئة ويساعد، طبعا أكيد يضري طبعًا. فشلنا 13 طن الحديد، إضافة إلى مخلفات في أم المرادم طبعا وفي كبر، فعيننا على البحر فوق وتحت صراحة. حلو. ونقوص، ولا شك أن الغواصين أحيانا يبلغوننا ببعض المخلفات، يعني مثلا كنا نقوص في أم المرادم اكتشفنا مدافع عراقية واكتشفنا 9 قذائف موجودة في قاع البحر، في قاع البحر في أعماق 3-4 أمتار، يعني كل من يطولها. الأجهزة هذه ما تأخذونها تنظفونها تحطونها في متحف أو كذا، ممكن واحد يستفيد منها أحسن ما ترمى يعني كخردة. طبعا بالتأكيد، بس هاي تتبع وزارة الدفاع. مو لكم، مو تبعنا. يعني اللي ياخذها أظن. لا مساء غادة كنت أسولف معاه كان يقول لي رايح جزيرة مسجان ورايح مدري وين و... الله يعطيكم العافية. وسألته ترى يعني عددهم قليل، النخبة اللي تكلم عنهم عددهم قليل، وقال أنا مستعد أن أطق كذي يطلع لي 300 واحد. اي ما شاء الله. اي احنا تينا عشرات الايميلات. نعم. بيحبوا التطوع معانا. ايه. بس مشكله يعني يعني مكاننا محدود وطاقتنا محدوده ما نقدر. لا والعنصر النسائي فعال عندكم بعد. عندنا اي عندنا. ايه. خلاص فعلتوا العنصر النسائي. اي فعلناه بس مو كقوس صراحه. ايه. ما عندنا غواصات كاشراف.
كعمل اداري، عمل إداري. يعني يوزعون عصير، يوزعون شاكليت، شغلات. لا عندنا عندنا احنا حاليا الاخوات ماسكين حملاتنا الشواطئ كبرى، عندنا حمله يعني عندنا كل ثلاثه 500 طالب من وزاره التربيه يشاركونا في تنظيف الشواطئ. طالب وطالبه، طالب وطالبه بالتاكيد. نعم. فهم بناتنا هم اللي ينظمون العمل. لا والحين خلصوا من الكويت وين بيروحون؟ الغردقه. ما شاء الله الغردقه عندهم 3000 من الغاصة الأجانب طبعاً، ومنهم كم واحد كويتي؟ راح يشاركون 4 من أعضاء الفريق على أساس تسجيل رقم دولي بعدد كبير من الغواصين اللي يدعون لحماية البيئة البحرية. يعني؟ هواة طبعاً هواة يدعون مع الاتحاد المصري للغوص وفي مراكز غوص في القردقة. بس على جزيرة مسجان طبعاً الناس وايد ما يعرفون جزيرة مسجان اللي هي مفيلتشة. صحيح. جزيرة جميلة يمكن قطرها كيلو أو كيلو ونص. بالتأكيد شلنا منها 40 طن من المخلفات. نعم. الصيادين الموجودة، وهذا جزء من دورنا البيئي في تنظيف الجزر. فإحنا ننظف مثل ما تفضلتي تحت القاع وننظف فوق القاع. وحين جزيرة مسجان بفضل الله اشتغلنا مع أسبوع كامل مع الإخوان في الإدارة العامة لخفر السواحل والإخوان في بلدية الكويت، نقلنا 3 حفارات عن طريق اللاند كرافت سفينة الإنزال، ومكثنا بالجزيرة أسبوع كامل مع أعضاء الفريق مع العمال في بلدية الكويت، ونظفنا الجزيرة وشلنا 40 طن من المخلفات. فهذا العمل الحمد لله يعني مستمر في تنظيف البيئة. طيب نتكلم عن مراقبتكم لمشروع استاذ جابر. جسر جابر. جسر جابر. أوكي. عفو. اي طبعا جسر جابر جسر عظيم يعني. نعم. راح يكون من الداير من شارع الغزالي. نعم. الى الصبية طوله 39 كيلو متر. كم؟ 39 كيلو متر. ما شاء الله ترى مو شوية. مو شوية. وتكلفة المشروع لشركة هونداي 800 مليون. قريب من هنا يعني مو بعيد عن الأحمدية إذا بتوصفها، يعني تقريبا 50 كيلو الأحمدية من المدينة. بالتأكيد. 39. 39 كيلو. وقيمتها؟ راح تكون 800 مليون. ما شاء الله. مع شركة هونداي الكورية العالمية. طبعاً. دوركم فيه؟ دورنا الحقيقة دور بسيط، يعني إحنا كلمنا وزارة الأشغال قلنا إحنا نبي المقاول، نتأكد من المقاول إن أعماله ما تأثر سلبا على البيئة البحرية. حلو. فسوينا مشروع. كنا نقوص تحت الجسر ما شاء الله بشكل دوري، نتأكد من الدلائل الملاحيه اللي حاطها اللي بعضها صار فيه حادثتين بحريين. اوف. صراحه بدينا نشغل طيران العمودي نصور الجسر. نعم. واي مخالفات الاخوان الاشغال وافقوا الان على تركيب كاميرات بكل القطع البحريه الكوريه. محمد عز الله عرفوا من يختارون يراقبهم. هذا ان شاء الله والله عرفوا يا رب. احنا بس نتأكد ان الجون ما يمس سلبا، لان الجون تدرون هذا مربع، يعني مربع الاسماك والربيان، والحقيقه يعني ما نبي مشروع يدمر البيئه. صح. فالمفروض يكون يعني كلش ولا الربيان والاسماك. ها غاده بالتاكيد ان شاء الله كلش ولا هذا عشان عيالنا. نعم بالتاكيد. يعطيك الصحه والعافيه ويقويكم يا رب، ودائما تشرفونا وترفعوا راس الكويت، وانتم اساس هذا الشيء وهذا العمار وهذا الانجاز في الكويت. على سؤال قبل لا تختم، الحضور شو اخبارهم؟ الحضور طبعا شلنا 60 حضره من جول الكويت. يبا لا تشيل الحضور. اي العوازم نحب الحضور. العوازم ما احنا قادرين طولهم. لا طولهم رجاء لانهم اصل الكويت. اي نعم. يعطيك الصحه والعافيه، ودائما وجودك معنا يشرفنا وينورنا ويسعدنا. اكيد مشكورين ما قصرتوا. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. كنا قفل والله للاسف. خلصنا وياكم اليوم في حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير الكويت. نقول لكم دائما وابدا البيت العام الكويت بناصر. كنا معكم كوباتشر. مع السلامه. نشوفكم على خير. مع السلامه.